دراسة هندسة الكهرباء بجامعة أبو ظبي بعتبرها نقطة انطلاقة ونقطة تحول في مجريات حياتي إلى أن وصلت ما أنا عليه الآن. الحمد لله بعمل في شركة مقاولات عامة كبيرة عندها مشاريع كبيرة وكثيرة في مختلف إمارات الدولة كمهندس كهرباء عام، وكانت تجربتي بجامعة أبو ظبي تجربة فريدة ورائعة تحمل في طياتها مراحل تعلمي ودراستي واجتهادي وتحقيق إنجازاتي فيها، وكله كان له تأثير بحياتي. تلقيت كل الدعم من الدكاترة والإدارة وزملاء الطلاب والأهل، وكل ذلك لعب دور بزيادة قوة شخصيتي. الدراسة والحياة الجامعية مش هدفها فقط تتعلم نظري، لكن فيها جانب تطوير وتقوية لشخصية الطالب من خلال تفاعله اليومي والتزامه واجتهاده حتى يحقق هدفه. وهي الخبرة والمهارات بنستخدمها بحياتنا بعد التخرج، وأثرها كبير وملموس. الحمد لله أصبحت شخص منتج ومجتهد وبفيد المجتمع، وهذا هو الشيء المطلوب والأساسي واللي بتعمل عليه الجامعة، هو إعدادنا حتى نكون مؤثرين ومنتجين وين ما كنا. أنا بنصح كل طالب وطالبة بأن يختاروا جامعة تهتم فيهم وتقدم لهم التوجيه بهاي الطريقة، مش فقط دراسة نظرية، وهذا الدعم من أول خطوة بالجامعة حتى لحظة التخرج الكبرى. لذلك أنا بفتخر وبعتز بجامعة أبو ظبي بالذكريات والعلاقات المستمرة حتى الآن مع أسرة الجامعة من أساتذة وطلبة وحتى إداريين. احرصوا على حب تخصصكم حتى تبدعوا وتطوروا من نفسكم وذاتكم، وكله له تأثير في شخصيتكم وراح يفيدكم في مرحلة العمل. كل الشكر والتقدير لجامعة أبو ظبي الحبيبة اللي بعتبرها السبب الأول في تقوية شخصيتي ونجاحي في عملي والحياة بشكل عام. بحب أحكي لجامعتي الغالية جامعة أبو ظبي، أنت محطة فارقة بحياتي. مبروك عيد ميلادك 20، عقبال 20 عام جديدة من التميز وتخريج المبدعين. أبو ظبي يونيفرسيتي 20 years of shaping the future.